ما كانت تأكل شيء. طعميها أنت. شو اللي عم يصير؟ شو نحن عم نلعب؟ لشو رجعتي لهون؟ أنا عم بحكي معك، اطلعي فيي وردي. ليش رجعتي؟ لوين بدي روح؟ علي صوتك شوي. لوين بدي روح؟ إلي لوين بدك ياني روح؟ ومن زمان بابا وماما انقتلوا قدام عيني، وكان في عندي رفيقة اسمها بندي كمان قتلوها هي التانية، وبيوم عرسي قتلوا جوزي. لعند مين بدك ياني روح؟ أنا صرت يتيمة هلأ ومالي أي حدا. أنت وحدة كذابة، مانك يتيمة بنوب، إلك عمي، روحي لعندها. ليش وصلتي لباب بيتها ورجعتي؟ شو حكيت هلأ؟ قلت رجعت عن عتبة بيت عمتي؟ كيف قدرت تعرف هالشي؟ انت كنت عم تراقبني ما؟ انا عرفت هالشي، عرفت انه لطفك واسفك على وضعي وشفقتك علي لكون حرة، كل هالشي بس لأرجع على بير بول. هالشي كان فخر، كنت متأكدة إذا بروح لعندها رح تقبضوا علينا اتنيناتنا. شو هالذكاء اللي عندي؟ شو قصدك من ورا رجعتك؟ فهميني. ايه شو يعني؟ بدك تقليلي انك فهماني اللعبة على اساس وتفهميني انك انتصرتي علي يعني؟ لا، رجعت لانه عندي قناعة انه حيجي يوم تعرف انك غلطان، رح تحس بالذنب بس لانك حطيت كتير ناس ابرياء بذمتك، رح تدرك قديش كانت معاملتك عاطلة وسيئة معي. متأكدة رح يجي يوم وينام الشر يلي فيك ويفيق الخير اللي جواتك وقلبك اللي مثل الجليد. متأكدة إنه رح يجي يوم ويدوب وتعرف إنك غلطت، ووقتها رح تجيني راكع. رح يجيكي راكع وشو؟ احكيها. رح تركع ركبك وتقول آسف سامحيني. هنجد؟ وقتها ما رح أقبل أسفك شو ما عملت. ما رح أقدر سامحك أبدا، أنت سرقت مني حياتي ودمرتني، كنت عايشة بحالي وما بدي شي من الدنيا، وكنت شوفك بأحلامي على طول، وإنك دفنتني بالحياة. ما بعرف كيف قدرت لملم حالي من جديد ورجعت للحياة، بس هلأ أنا بدي حاربك، بدي حارب
ضد القوة تبعك وجبروتك، ضد إرهابك، ضد شرك هاد. في شي مهم لازم تسمعي، مو شجاعتك اللي رجعتك لهون بنوب، عم تفهمي؟ الشي اللي رجعك لهون هو غبائك، لأنه هذا المكان بالحقيقة ما رح يكون إلا مجرد سجن لإلك ولزنوبك. رجعتي لأنه بدك تحاربيني؟ بدك نتحارب شرفي؟ يلا لنشوف مين يلي رح يكسب، ها؟ انتي ولا وطنيتي اتجاه بلدي؟ ها؟ رح نتحارب، ها؟ شرفي لنشوف آخرته. منشوف. شو؟ مو انت اللي قلت لنشوف مين رح يكسب، وانا عم قلك ايه لنشوف، فهمت؟ لنشوف. بتمنى انك ما تقيس الخلاف على محمل شخصي، رح يكون قدامك فرص كتيرة ورح تلاقيني عم بدعمك بكل قوتي. شو اخر اخبار العمليات؟ بقصد مداهمة بيت تجاوات والعرس. كنت رح تطلع من المولد بلا حمص، انت فشلت بالمهمة تبعك يا رنوات. رح كون صريح معك بهالخصوص، ما تتوقع أي دعم من البي اس دي بعد هلأ أبداً. لازم تنتبه منيح على البنت، ولعلمك إذا ما قدرت توصل لأي نتيجة لا عاد تحاول أبداً أنك تزعجني بعد اليوم. يمكن كنا غلطانين بخصوص بارفاتي، قصدي انه هاي البنت ممكن تكون بريئة. انت شايف انه في احتمالات، بس انا ماني شايف هيك شيء ابدا. هاي البنت من ضيعة تجاوت، اول شيء تعلمته بحياتها هو البي اس دي، لهيك انا متأكد انها متورطة معهم للآخر، بس ما عم تعترف ابدا بهذا الشيء. ما في داعي، مو مشكلة، عادي.
بدك مساعدة شي؟ لا أنا بزبطها. بحب الخبز يكون ملدوع شوي. اللون الأسود هو المفضل أنا. طيب بدك فكلك ايديكي حتى تكوني مرتاحة. ما في داعي، بعد شوي. هالمتوحش بيرجع بيربط لي ايدي. بالعادي الرجال بيقدر يعمل كاس شاي، بس الخبز صعب عليه. القدير خلق هالشغلة للنسوان، وهذا سر من أسرار الطبيعة. عم تفهمي علي بنتي ما هيك؟ أكيد. أها يسلموا يا عيني. هو اللي جاب لي اياهن وقال مرين. هو مين بتقصدي؟ رودرا ابني؟ من ايمتى ابني صار بيعرف يعمل مخلل؟ لا مو هو، ابنك قال للنسوان اللي برا وهن عملوهن. مو هيني قصدك؟ رودرا كان معه حق عن جد، مره شوي بس طيبه. عن جد طيبي ها؟ بس ما عاد بدي اكل. إذا ما عندك تقوى لا تصومي، اعملي خبز لحالك. مجنونة. ولك بس فهميني بنتي، ليش رجعتي لعند ابني؟ يا أما أنت مجنونة فعلا، يا ذكي زيادة عن اللزوم. تحكمت بقدرك مثل ما بدي وما خليتك تموتي، وبدي منك تتذكري شغلة مهمة كتير. إذا فكرتي إنك تعملي هيك شيء، فقبل حتى ما يندفن جسمك تحت التراب رح أدفن بيربور كله قبلك، وما خلي فيه حدا تأكدي من هالشي. بعص قلبي عليك، كيف بيتعاطى معك؟ أسوأ من الحيوانات. خبريني شغلة وحدة، بلكي حدا من ضيعتك إجا وشافك هون، ها؟ هيك أحسن؟ طيب إذا قلنا فرضاً إنه إجا حدا من أهلك أو معارفك لهون وكان عم بيدور عليك وشافك هون وطلب منك إجباري عنك إنك ترجعي معه وقتها، بتروحي معه ولا ما بتروحي؟ شو؟ ما تجاوبي. سؤال صعب عليكي ما هي؟ ما فيك تجاوبي عليها؟ يا سلام ليكو من في قدامي، شرطي محترم، بس قلي شو هو شعورك إذا اعتبرت حالك ضيف معزز ببيتك؟ هذا أنت حبيبتي مهيني، ما بتتغيري على قد ما نتمك منمنم وصغير،
بس ما بينطق إلا باللعنات على طول، ولا تخففي منها بتسايري. يكون بعلمك اللي حضرتك عم تقول عنه مسايرة، هي بالحقيقة مو أكتر من نار عم تولع جواتي وتحرقني. ولا شغلة وحدة خلصت مثل العالم اليوم، لا البهارات ولا زينة حتى. سومير وسامرات عملوا اللي بيقدروا عليه واشتغلوا كل شي طالع بإيدهم وما قصروا بشي أبداً أبداً، وما حدا من الشغيلة رجع. خلص بكرة أنا بحكي مع رودرا. شو؟ لبكرة؟ ليش لبكرة؟ يعني اليوم حظه ناقص مثلاً؟ ليش لتأجل الحكي معه لبكرة؟ ميتالي، ها؟ باين لساتك هون. شو أنتي واقفة رح تعملي سحر لينزل الشاي بتمح ماكي؟ ليش ناطرة؟ روحي جيبي فنجان الشاي يلا. ايه بس ماما، هذا الحلو. شو هو الحلو؟ رأيك شو هو الحلو؟ هلأ ما عاد تعرفي شو هو الحلو؟ بسرعة جيبي الشاي، ما تضيعي وقت، تحركي. حبيبتي، هاي لأخي. هاتي عنك لعطيها. استنى شوي، ليش لتعطيه الحلو المقدس ما بيليق فيه؟ هو أكبر منه، فيك تحط وراء ملكية المحل والأرض وكل شي وفرته بحياتك فرد مرة، يعني فيك تعطيه كل شي عندك. وإذا هدول ما بيكفوا شراب سم وموت قدامه. شو؟ شو ناطر؟ يلا تفضل روح لعند أخوك الكبير. أخي هذا حلو مقدس؟ حلو ضراب السخن ما؟ لشو جبتن لهون؟ شو رح يفيدوني يعني؟ قلك شغلي أخي، مو هين اللي عملتن ما هيك؟ بتمنى ما تكون سممتن لتخلص منها. من وين جبت هالقوة لأرجع؟ إذا بتصرف الضعف هلأ ما رح استفيد شي. ما كان بدي اندم على شي بعدين، بس ما حدا بيعرف بالغيب ولا شو ممكن انه يصير معه. بشفاعة القدير ما رح تدمع لي عين، ما ضل عندي شي اخسره ابدا. بشفاعة ايماني رح حارب اليوم لاخر نفس عندي شو ما كلفني، ورح انتصر على المتوحش. خلص ما عاد يهمني شي بنوب. دخيلك يهديني وكوني معي سعدي لحتى اقدر انتصر بإيماني وتأكد اني على حق باللي عم بعمله. كوني معي للآخير أرجوك يا شيفا، دخيلك ساعديني يا عطول. ولا تتخلي عني أبدا. شكلك مثل أي بنت هندية عادية. شو؟ فايتي بالروحانيات كتير؟ خدي حلو مقدس، يلا خدي. أكلت؟ إيه هلأ. شو أكلت؟ بطاطا مشوية ومع خبز محمص ما؟ رنوات العظيم، ما كنت حابب أبداً تكون هون.
هلا عم تستمتع بأكل النسوان يلي برا. مو النسوان اللي برا، هديك البنت طبخت وإيديها مربطة، شغلة عن جد كتير منيح. قلت لها إذا بدها بفكر، بس هي رفضت هذا الشيء، قال ما في داعي، بعد شوي بيرجع المتوحش وبيربطني مرة تاني، بقى لشو هالعذاب. شفت إنه هالبنت فهمانتها كتير منيح، بنت ذكية كتير على فكرة، هي كمان شاطرة بالطبخ كتير، برأيي تزوجها. هي شافتك بعينها وانت عم تقتل زوجها، مبين ما بدها ترجع على ضيعتها، وما بدها تطالعها من هاي الغرفة ابدا لانه ما بيهمها. لهيك اذا تزوجتها بكون هالشي كتير منيح لك وإلها، بكل الاحوال مربطة حواليك، ما رح يتغير شي. روح نام. اسمعني منيح ابني، نحن اثنين جايين من صحراء حارقة، انتهت حياتي وما بقى فيها الا انت، وهديك البنت رح تكون إلك مثل المطر، إذا بتنزل عليك رح تبرد هالصحرة شوي. خلاص بكفي بقى، أنت اللي علمتني كتير عن طبع النسوان، شو نسيت؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.